عجيب وايد حلو هبه هبه كشوخي شيل عليه شرقة ايوه اليوم ان شاء الله راح نزور منطقة من افضل مناطق البحرية في مملكة البحرين حياكم معانا في رحلاتنا كل الشباب البحرينيين أحلامهم كبيرة وأمانيهم كبيرة وإحنا واجب علينا أن نساعدهم في تحقيق هذه الأماني يا زين ذكريني ليه غيبتني بحور وبشوق ناديني يمكن الدنيا تدور